كوكو حبيباتي، توجور مع غوسيت روزي. حيت الخطره جبت لكم اون غوسيت اللي طولوا بها شعركم، اروع وصفه لتطويل وتكثيف الشعر. دونك كيما رايحين تشوفوا بلي ديتاي، دونك برك لو شامبو هنايا جو بريسيز انايا جي با دوني دو مارك. علاش؟ تقدروا تستعملوا نيمبورت كيل شامبوان. دونك كي نقول نيمبورت كيل شامبوان دون لو سونس تاع كل وحده فيكم تستعمل الشامبو اللي موالفه تستعملوه. دونك اللي تستعمل بور شوفو غرا راح تستعمل بور شوفو غرا، اللي تستعمل بور شوفو سيك تستعمل بور شوفو سيك، بور شوفو ابيمي شوفو ابيمي. دونك في هديه كل وحده تستعمل الشامبوان اللي موالفه تستعملوه كيما تحب. كيما راكو تشوفو انايا حكمت لو شامبوان ديالي، درت اون كونتيتي بون ماشي ميم با واش راكو تشوفو انايا درت، من بعد كملت وزدت درت اون كونتيتي واحده اخرى. انا جو بريبار قيس شهرين قيس 3 شهور. دونك سي ان شامبوان اللي ما يفسدليش لي زانغريديون تاعو، ماشي حاجه اللي تفسد ولا اللي نخاف احا تفسد لي. دونك كيما راكو تشوفو استعملت لو شامبوان ديالي، استعملت لو 4 مغارف صغار مقببين يعني معمرين تري بيان تاع سدره مرحيه. وكيما تعرفوا السدره مذكوره في القران، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام ديجا موصينا على السدره وعلى استعمالها. دونك من بعد زدنا جينا زدنا لها 4 مغارف تاني صغار كيما حين تشوفوا مقببين تاع قرنفل مرحي. كيما راكو تشوفوا انايا ديجا اون ايدي بركا، وابخي كل وحده دير كيما تحب. انا لي زيبيس هادو مالي نستعملهم باغ اكزومبل باش ما يتخلطوليش مع لي زيبيس تاع الماكله، نديرهم في هاد لي غامكان هادوما اللي مخدومين. بون على بالكم مخدومين باش نطيبو فيهم، انا ندير فيهم. وعلاش؟ باسكو الغلاق تاعهم ترانسبارون، دونك ما يعذبونيش باش نعرف واش كاين الداخل. وزيد فوق هادشي انايا نكتب الاسم من الفوق، بالك ما بان لكمش بيان مكتوب في هذاك البلاستيك بان فوتر امبيرميابل بيان سور. دونك كيما راكو تشوفو درنا كلش مع هذاك لو شامبوان، خلطناهم زدنا لهم شويه ماء باش يزيدوا يتلقوا شويه، باسكو يولي هذاك الخليط هذاك يولي ثقيل بزاف، سورتو كو لو شامبوان تاعي ديجا ثقيل. دونك كاين انواع تاع شامبوان اللي يكونوا ليكيد ما تحقوش تزيدوا لهم بزاف الماء، كواكو انايا جو دي زيدوا لهم الماء. وعلاش؟ دوك نقول لكم علاش. زمان ما كانوش ميم با يسحقوا لو شامبوان، كانوا يخدموا الصدره ديجا وحدها تزيد في الرغوه. وعلاش راني ندير بالفوي هذايا مانويل؟ باش ما يرغونليش بزاف، باش يبان الخليط ديالي بيان. نتوما تقدروا تستعملوا الباتور، تقدروا تستعملوا البرا ميكسور، ابري سي او شوا، كل وحده تخلط بوش تحب وتخلط فواش تحب. ليسونسييل تكون الحاجه اللي تخلطوا فيها حاجه نقيه وحاجه اللي ما تدفق لكم شيتو. دونك هذا ما كان. قبل ما ننسى نبروفيتي وانا راني نخلط وانتم تشوفوا كيفاش نخلطيتو، ورايحين تشوفوا مام كيفاش نملا القارورات. درت كلش بالديتاي. دونك باش نبريسيزي برك حاجه، انا استعملت هنايا الوسمو الصدره ديالي والقرنفل ديالي استعملتهم مرحيين تري تري بيان، ونخليهم من بعد يتلقوا. دوك نفهمكم باسكو حنخليهم يريحوا. دونك كيما راكو تشوفوا ديجا باش ما نسوطي لكمش لي زيتاب، القارورات هادوما اللي استعملتهم انا قارورات او شوا، تقدروا تشروهم من السوق. انا نو، انا ما نشريهمش. انا كي نشري صابون ليكيد باغ اكزومبل ولا جيل دوش ولا نيمبورت، جو غارد هادوك لي بوتاي، جون لاف لي زيتيكيت كيما راكو تشوفوا. جو سوي با لا بو فير دو لا بوبليسيتي كيلكونك مارك، دونك برك باش نوري لكم لا غوسيت اللي نستعملها ولا غوسيت اللي والله 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 غير تمد ريزولتا غارونتي. دونك انا نستعملها، اللي يعرفوني على بالهم باللي صح نقطع شعري كيما نحب وقت ما نحب، والحمد لله يا ربي يطول لي ما يطولش هكذا برك، بون يطول من عند ربي سبحانه بيان سور. او ميم طون ندعمو بحاجات بدي غوسيت طبيعيه بيان سور، بوصفات طبيعيه اللي يزيدوا يطولوا لي في شعري. دونك كيما راكو تشوفوها مليك القارورات، راح نشوفو لي زيتاب ايتاب باغ ايتاب باش ما تراطي والو، وباش
تخدموا كيما يلزم باسكو سي تري امبورطون دو سويفر هاد لي زيتاب باش يمدونا ابري ان ريزولتا كيما رانا حابين. برك حبيت نبريسيزي لكم حاجه، قلت لكم نعاود نولي انا استعملته اون بودغ باسكو عندي لا غاسين ديالي غراس، لا غاسين ديالي يعني الجذور تاوعي دهنيين ولتحت شعري ناشف. دونك علاش نستعمل هكذايا، نستعمل هادو مع الحبيبات ونخليهم هكذاك في الشامبوان ديالي ميم ابري نستعملهم هكذاك باش ندير ان ماساج يعني دلك بصح وشنو يكون بشكل دائري وبشكل لطيف بيان سور بالعقل برك بلا ما ناغريسي بلا ما نضر لا غاسين ديالي. علاش باش نستعملو كوم غوماج باش ينحي لي هادوك الدهون اللي جايين في لا غاسين. ابري ويلا كان كنتو عندكم الوسمو كيفاش نقولوا البشره تاعكم تاع راسكم حساسه ولا عندكم دي زاليرجي ولا حساسيات هكذايا ما تستعملوش هكذاك حبوب. راح نوري لكم لوبسيون دوزيام طريقه ثانيه اللي نستعملوها حنايا بون وحده اللي ماشي حساسه حتستعمل لاغام هذه كومبليت شامبوان وهذا لو ليكيد اللي حن بريباريه قدامكم اوسي اللي راكم تشوفوا فيه دوكا ني بريباري فيه اللي البشره تاعها حساسه حتستعمل هذا لو ليكيد لو ميم ليكيد تصفيه باش ديرو في لو شامبوان تاعها وتخليه كيما حنفهمكم كيما مالفان خليه. دونك هنايا في الليكيد درت زوج مغارف معمرين تري تري بيان تاع السدره راح نزيد عليهم هنايا تاني القرنفل المرحي وسي كيما راكم تشوفوا كيما قلت لكم نسيي كيفاش نعطي لكم كامل الخطوات باش تجيكم الحاجه كيما مول فنديرها انا ليا والنتيجه ديالها ان شاء الله تكون كيما تمد لي انا نتيجه ولا احسن واحسن وافضل ان شاء الله. دونك هنايا زدنا كيما راكم تلماركي وان ثوازيام انغريديون زدنا حاجه ثالثه وهي الحلبه مرحيه. دونك عندنا السدره اللي يطول الشعر وتقويه، عندنا القرنفل اللي يطول الشعر ويحبس لنا التساقط وينحي لنا القشره ينحي لنا لا بيليكول، وعندنا الحلبه اللي عندها ايفي بوتوكس يعني اللي تنفخ لنا شعره. كاين بزاف اللي شعره تاعهم خفيفه شعره تاعهم رقيقه بزاف، دونك هادي تمد لها حجم اكثر تمد لها فوليوم اكثر. نديروا عليهم ما سخون تري تري امبورطون مهم جدا تستعملوا قاروره ولا تستعملوا كيما انا يا راكم تشوفوا استعملت بلاره برك، لازم تكون تاع الزجاج ماشي بلاستيك وماشي تاع حديد. نغطيوها كيما غطينا لو شامبوان ديالنا تري بيان بالبابي الومنيوم كيما حين تشوفوا باش نخليهم عندهم مده، تخليوهم باش تبداو تستعملوهم باش يمدوا لكم نتيجه جيده. وكي تغطاو هكذايا ويقعدوا في منطقه فيها ظل يمدوا نتيجه اكثر واكثر ثاني ويتلقوا كامل واش لازم لنا واش نسحقوا في شعرنا باش نلحقوا النتيجه اللي حبيناها نطولوا شعرنا ان شاء الله. وكامل تسيوا ان شاء الله هذه الوصفه. دونك اللي قلت لكم الجلده تاعهم ماشي حساسه حيستعملوا الشامبو نورمال كيما ما فين يستعملوا الشامبوان تاعهم، وحيستعملوا قبلها ولا بعدها كيما يحبوا هاد لو ليكيد اللي راح نديروه ابري في بخاخ ونستعملوه في لاغاسين. و توجور توجور نقول لكم لازم الدلك هذاك بشكل دائري وبشكل لطيف باش يتغلغل هذاك لو ليكيد ولا لو شامبوان ولا في البصيلات تاع الشعر تاعكم باش يعزوا التطويل هذاك والتكثيف تاع الشعر ويسقموه ميم لا ناتور ديالو تتسقم. برك نصيحه ما يستعملوش هاد الوصفه ما يستعملوهاش اللي دايرين لي ماش باسكو سورتو سورتو بون كامل فيهم يتلقوا ينكولا مي سورتو كو فيهم القرنفل دونك راح يكون عندهم تلوين يكون عندهم تلوين لهذوك لي ماش ماذا بينا ما نفسدوش اللون تاع الشعر تاع وحده فيكم. دونك يستعملوها سورتو باغ كونتر اللي عندهم الشيب راح تغطي لهم الشيب ديالهم، هذاك القرنفل حيغم الشيب ديالهم. اللي يستعملوه وعندهم لون غامق ملونين شعرهم ولا شعر طبيعي راح يمد لهم لمعان راح يغمق لهم اللون تاعهم راح يرجعوا شباب اكثر واكثر. دونك هذه الوصفه والله يا البنات غير تسيوها غير ما تندموا غير تعجبكم شابه بزاف وتمد نتيجه مضمونه بربي ان شاء الله، وان شاء الله كامل تسيوها وان شاء الله نعاود نولي لكم ونوري لكم وصفات اخرى ونوري لكم وصفه خاصه بالحلبه اللي بزاف اللي يحبوا لي في بوتوكس. ان شاء الله كامل تستعملوها كيما راكم تشوفوا انايا نستعمل البخاخ ديالي العجيب اللي تعرفوه كامل اللي نستعملوا الماء المقطر اللي ننصح به. دونك هنايا وريت لكم برك قاروره انا عندي قاروره واحده اخرى
نستعملها ندير فيها هذاك الماء. نصيحة لكم، تخليو هادو ما الخلطات تاوعكم تخليوهم مدة أسبوع كاملة باش تبداو تخدموا بهم. دونك وان شاء الله نعاود نولي لكم بوصفات اخرى، وان شاء الله هذه تسيوها وان شاء الله تعطيكم نتيجه كيما انايا مدت لي نتيجه وكيما مدت نتيجه لبزاف بنات عطيتها لهم افون. الحمد لله يا ربي، ان شاء الله تدعيونا بالخير. ان شاء الله الا حبيتوا دي غوسات واحد اخرين اكتبوا لي في لي كومونتير ولا، وان شاء الله تبارطاجيو هذه الوصفه مع كامل اللي تعرفوهم يحبوا يطولوا شعرهم ولا عندهم مشكل في شعرهم يطيح ولا عندهم لا بيليكول ولا باسكو يمد نتيجه جيده وبالصحه. ولهنا عليكم على افونس، تهلاو في رواحتكم.